استمرارا للحراك الشعبي المطالب باستعادة الحكومة أراضي الباقورة والغمر وإلغاء اتفاقية تأجيرها للاحتلال، انطلقت مسيرة شعبية من أمام مجمع النقابة المهنية وصولا إلى الدوار الرابع في العاصمة عمان. عبر المشاركون فيها عن استهجانهم لما وصفوه باستمرار الصمت الحكومي حيال هذه القضية الوطنية. على ما يبدو أن الحكومة لم تسمع حتى الآن الأصوات الشعبية والوطنية المطالبة باستعادة السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر، فيوم الجمعة المقبل سيفقد الأردن سيادته على هذه الأراضي ل25 سنة أخرى ما لم تقم الحكومة بإبلاغ الاحتلال عدم تجديد تأجيرها قبل ذلك اليوم. أنا لا أتأمل بالحكومة شيء، ولكن إذا كانت هذه الحكومة تدعي أنها يعني تلتفت ولو 1000%، 1 بالـ1000 لمصالح الوطن والمواطنين، فعليها أن تتحرك بهذا الموضوع بشكل واضح. نحن ندين أولا اتفاقية وادي عربة، ندين التنازل بالأساس عن هذه الأراضي وعن السيادة على هذه الأراضي، وأعتقد أنه حان الوقت لتصحيح ولو جزئية بسيطة من هذا الموضوع. على الرغم من أن الحكومة لم تعلن صراحة عن موقفها حتى الآن، إلا أن الضغط الشعبي والبرلماني ما زال مستمرا نحو إعادة الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية. الكرة في مرمى رئيس الوزراء ليلتزم بذلك وينصاع لإرادة الشعب، بخلاف ذلك على مجلس النواب أن يلتئم بجلسة طارئة لاتخاذ القرار المناسب وفقا للأدوات الدستورية. الحكومة اليوم أمام موقف تاريخي ولحظة تاريخية، إما أن تقف مع خندق الشعب وتحافظ على سيادتنا وكرامة الوطنية بإلغاء هذا التأجير، وإما أنها تقع في حمل ضياع الأرض والسيادة، وأنها ستكون في خندق مخالف لرأي الشعب الأردني. تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المسيرة قبل وصولها إلى الدوار الرابع حيث رئاسة الوزراء، فهل ستتمكن الحكومة من استعادة سيادتها على أراضي الباقورة والغمر قبل أن يتجدد تأجيرهما تلقائيا للاحتلال ل25 سنة أخرى؟ أمين سليم، رؤية.